برنت سكرين، هاجي هنا اوريدي احنا اتفقنا ان انا عندي ايه اتفقنا يعني بس هنج اوريدي احنا اتفقنا ان انا عندي في هنا الكشاف ده، بنزل هنا بفليكسيب وبنزل هنا بفليكسيب وبنزل هنا بفليكسيب وبنزل هنا بفليكسيب. طيب انا هنا جاي من اللوحة، من البوكس دوت كده جاي من اللوحة، هبين انا عندي هنا في مفتاح تمام، وهحط هنا والمفتاح ده، هقول ان المفتاح دوت فيه لقمتين، لقمة بتدي الكشاف ايه تمام اللي هو دوت ايه وايه، ولقمة تانية بي بتدي الكشاف دوت والكشاف ده، يبقى المفتاح دوت عليه ايه وايه بي تمام. انا جاي هنا من اللوحة هحط سيمبلز عندي، هقول دوت ايه نيوترال، دوت فيز ماشي، ودوت ايه نيوترال اللي هو ضلع واحد نيوترال تمام، ودوت ايه ايرث ايرث، وده هاف اللي هو الراجع بتاع المفتاح. طب انا هاجي هنا من اللوحة بايه؟ هاجي بنيوترال بفيز، وهاجي بنيوترال، وهاجي بالايه بالارث. هخش كده هنزل على اول، هخش هنزل على اول كشاف. طيب هو المفروض كان اول كشاف هو الكشاف اللي هناك ده، يعني المفروض انا نزلت من اللوحة كانت من هناك، فانا هفترض ان نزلت من اللوحة من على الكيبل تري من هنا، يعني كأن انا عندي الكيبل تري كده اهو، كأني خرجت من الكيبل تري كده وقمت رايح على البوكس ده، وهنسى دي خالص، هنسى دي كده ايه خالص، لان الصح فنيا ماشي انا هنسى دي ايه خالص، هنسى ان دي ايه موجودة، وهعتبر ده اخر بوكس عندي تمام. يبقى انا هنا بقى نبدأ من جديد، يبقى انا جاي من اللوحة بايه؟ جاي من اللوحة، جاي من اللوحة بفاز وبنيوترال و ايه ارث تمام. هخش هنا على البوكس دوت خلاص، وهاخد السلك وهمشي كده برضو، فاز ونيوترال وارث. هنزل على المفتاح، هطلع من المفتاح بايه؟ هقرب جسم، هروح للمفتاح. طيب هل انا محتاج اروح للمفتاح بنيوترال؟ لا، يبقى انا هنزل بفاز وارث بس اهو، ارث ارث تقريب جسم المفتاح، وفاز عشان اقطعه تحت. لما هاجي تحت هنا كده بالظبط، ده كأن ده المفتاح، هم الاولانيه واللقمه التالته، انا بخش عليهم بالفاز كده تمام، وباجي اخد كوبري واطلع كده، وبخرج من المفتاح بخارجين، بهاف ايه وهاف بي اللي هو دوت، ده اللي هو المفتاح بيقطعهم عشان هيتحكم انا في ايه في نوعين من الكشافات. طيب يبقى انا نزلت كده طيب على المفتاح، وهطلع تاني من المفتاح بايه بي، يبقى كده دوت رايح راجع من المفتاح بايه بقى؟ راجع من المفتاح بي حاجتين، راجع اهو بي هاف اي وهاف بي، دول اللي جيهم معايا. لما هاجي هنا على الكشاف دوت هينزل لي هنا ايه هاف بي زائد ايه نيوترال كونكشن من النيوترال تمام، نيوترال زائد ارث لجسم الكشاف. طيب هكمل كده بايه؟ هكمل كده بي نيوترال، ومعايا هاف هاف معايا نيوترال اللي هو واحده بس فوق مفيش تحت، ومعايا هاف ايه هاف ايه وهاف بي
تمام، ومعايا الارث. هاجي هنا الهاف ده نيوترال، ماشي. النيوترال هينزل معايا هنا اهو نيوترال و هاف A و الارث، هيمشي معايا كده. ايه بقى عشان يروح للكشاف دوت؟ هيمشي معايا نيوترال و هاف B و هاف A و ارث، هنزل كده هنا B نيوترال و ارث و ارث و هاف B، تمام، و هكمل كده، تمام، هكمل كده واروح معايا هاف A و هاف A و نيوترال و الارث، وده هيبقى اخر حاجة اللي هما هينزلوا، و الارث اهو الارث، وده هو اخر حاجة اللي هما هينزلوا فين هنا اللي هما ارث و نيوترال و هاف ايه ايه، تمام. وطبعا احنا قلنا دوت اتلغى خلاص، انا كأني داخل منين؟ من هنا. دوت حبيت ابينه. طب ايه اللي بيحصل برضو؟ خلي بالكو ان هنا حصل ايه؟ حصل ان النيوترال حصل له جويننج هنا، النيوترال حصل له في البوكس ده. لو نيجي نبص هنلاقي ان في البوكس ده، البوكس ده النيوترال حصل له جويننج، يعني النيوترال دخل ماشي وخرج تاني عشان يروح للبوكس اللي بعديه اهو. النيوترال دخل هنا تمام ونزل تحت وحصل له جويننج هنا عشان يروح اللي بعديه، ونفس القصة جويننج نزل جويننج خد منه برانش ومشي كده، نزل ورجع تاني خد منه جويننج هنا وراح هنا وقام نازل كده. ده نيوترال من ساعة ما طلع من اللوحة وهو قاعد يتعمل له جويننج، راح على المفتاح؟ لا ما راحش على المفتاح. طيب بالنسبة للفاز، الفاز ايه اللي حصل للفاز؟ الفاز جه كده مشي كده ماشي، ما حصلوش جويننج هنا، نزل اتسحب في البوكس ده عادي خالص، ونزل كده 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 كده، دخل على المفتاح وقام راجع بالاتنين هاف. ادي الهاف، يبقى كده الفاز انتهى فين؟ تحت هنا. رجع بايه؟ بالهاف. ادي الهاف رجع معايا كام واحد؟ هاف اتنين. هاف نزل هنا ماشي، والهاف التاني ايه؟ كمل. وهاف واتنين هاف كملوا، واحد ينزل والتاني ايه؟ يكمل. واحد ينزل ها والتاني يكمل لغاية اخر هاف. طيب لو بنتكلم على الهاف الاولاني والهاف التاني لوحدهم، الهاف الاولاني بيطلع كده اللي هو هاف A هاف B مثلا، هاف B هيجي هيحصل له جويننج هنا وينزل وبعدين يمشي كده ويتسحب هنا ميحصلش جويننج، ويحصل له جويننج هنا وينزل وخلاص كده انتهى الهاف بي. طيب بالنسبة للهاف ايه؟ الهاف ايه هيطلع كده تمام وهيتسحب في البوكس ده، مش هيعمل جويننج هنا، وهيجي هنا هيعمل جويننج، يعمل جويننج هنا وينزل ويمشي كده ويتسحب هنا ما ينزلش تحت، ويجي هنا ويقوم نازل على طول. ودوت شكل الفلو بتاع الايه؟ الهاف. طيب احنا كده اتكلمنا عن النيوترال واتكلمنا على الفيز وما اتكلمناش على الارث. الارث بيجي من اللوحة تمام، الارث
القرص بيجي من اللوحة ويخش هنا، بتعمل له ايه جوينينج هنا، وبعدين طب نختار لون تاني، اختار لون مثلا ماشي، اختار لون ازرق تاني برضو. القرص بيجي من اللوحة ويتحصل له جوينينج هنا، وينزل منه جزء يقرب جسم المفتاح، تمام، وبعدين باخد ينزل يقرب جسم الكشاف ويتعمل له جوينينج هنا، ويتعمل جوين، واحدة تنزل هنا، واحدة تروح للي بعديه، وبعدين ينزل تحت، وطبعا عمل له جوين هنا، وبعد كده نزل تحت، وبعد كده مشي كده، وبعد كده نزل لإيه؟ لتحت. برضو لازم نبقى عارفين، ان الكابل بتاع القرص لما بيجي يعمل جوين هنا كمان بالمرة بيقرب جسم الايه البوكس دوت لو هو ميتال، وينزل تحت، تمام، وبعدين قلنا بيعمل جوين هنا ويجي هيعمل جوين، هينزل واحدة تحت، تمام، وهيمشي واحدة هناك، وفي نفس الوقت هو هيقرب جسم المفتاح جسم العلبة اللي هنا، وهكذا هيمشي كده، هيجي هنا هيعمل ايه، هيعمل جوينينج هنا عشان يدي هناك، تمام، ويدي هنا. طيب وهو هنا، برضو بيقرب جسم العلبة اللي هي البوكس ده لو هو معدن، تمام، ونفس القصة هنا، هيقرب جسم العلبة المعدن وينزل يقرب جسم الايه الكشاف. خلاص يا جماعة، شكرا.